إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أخوة الإسلام، أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعيش في هذه الدنيا، دنيانا، كل واحد فينا له حياته الدنيا، مقدار ما يعيشه في هذه الدنيا كانوا 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، أيا كان الرقم فهي حياته الدنيا، وانتهت هذه الدنيا بالنسبة له. عندما يخرج منها بما قدم في هذه الدنيا، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. وربنا تبارك وتعالى جعل هناك خوفا منه ورجاء فيه، أننا نعمل في الدنيا بنصلي ونصوم ونزكي ونروح نحج لبيت الله، بنتصدق، نصل الأرحام، نعمل كل هذه الأمور من أجل أننا نرجو رحمة الله تبارك وتعالى. إحنا نرجو رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رجاؤنا في الله وخوفنا من الله تبارك وتعالى، أننا سنقف بين يديه. إن أنت بتصلي عشان خايف لما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيسألك، أنت ما كنتش بتصلي ليه؟ أنت ما أخرجت الزكاة المال بتاعتك ليه؟ أنت ما صمتش رمضان ليه؟ أنت هذه الأمور التي تسأل عنها بين يدي الله. فكل واحد فينا بين خوف ورجاء، خوف ورجاء. وربنا جعل القرآن تذكرة لمن يخشى أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف اللقاء بين يدي الله تبارك وتعالى. فتجد هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الله تبارك وتعالى هو المتكلم ويكلمنا جميعا، فيقول لك: أما آن. ما جاش الوقت، ما جاش التوقيت إن حضرتك ترجع فيه إلى الله تبارك وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآية هذه سيدنا الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، كان بيقطع طرق، سمع هذه الآية تقرأ فقال: آن يا رب، آن، الآن خلاص، هي دي اللحظة. وأصبح إماما ملازما للحرم حتى سمي عابد الحرمين. هذا التغيير، ولذلك
الملك سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. علاقة هذه الآية بألم يأن للذين آمنوا إن أي إنسان تظن فيه أنه ميت مفيش مراجل في هذا الإنسان، بيشرب مخدرات ويزني ويسرق ويفعل وتقول هذا لا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هي دي هذا الرجل عامل زي الأرض الميتة، هذه المرأة عامل زي الأرض الميتة. الله تبارك وتعالى كما هو قادر أن يحيي الأرض بعد موتها، أن يحيي هذا الإنسان بعد المعاصي أن يرجع إلى طاعته وأن يكون من أوليائه سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تحكمش أبدا على حد ولا تتكلم أن هذا الإنسان خلاص ده أمره مغلق يذهب إلى جهنم والعياذ بالله، هذا أمر ليس لك دخل فيه. أن الله تبارك وتعالى الذي قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فأما آنك ما قال لك الله تبارك وتعالى وعمرك ينفذ، هل يوما استشعرت أنك ستموت؟ ستموت يعني في يوم وانت رايح تنام وانت تغمض عينيك استشعرت في لحظه من اللحظات ان انت تكون داخل قبر خلاص، لا عدا زوجه ولا ابناء ولا اب ولا ام ولا اي حد ولا الاصدقاء السوء ولا غيره، خلاص انت فرد، خلاص خرجت من هذه الدنيا. لو وصلت الى هذا الاحساس، استشعرت هذا المنظر، لحاسبت نفسك جيدا، قلت لنفسك انا ايه اللي انا بعمله، انا ليه ما صليتش، انا ليه ما طلعتش زكاه مالي، انا ليه ما عملتش هذه الامور. هذا المقصود من الايه: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ان انت لما تقول انا رجعت الى الله تبارك وتعالى معناها ان انا انفذ ما امره الله تبارك وتعالى علي وانتهي عما نهاني عنه. هذا ان انت تكون تنفذ هذه الايه اللي احنا بندور حولها في هذه الخطبه: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. اكثر شيء يخلي الانسان يقسى القلب يكون قلبه قاسي إنه يركن إلى الدنيا، يحس إن هو هيفضل في الدنيا طويلة، ده اللي يخلي الإنسان لا يجتهد ولا يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب، واحد غريب يمر من بلد ملوش لا موطن ولا سكن ولا له أهل ولا أي شيء، أو عابر سبيل، واحد برضه عابر سبيل معدي، ماذا سيحمل من المكان اللي هو معدي منه؟ لا شيء. انتهى هذا الموضوع بانتهاء إن هو الدنيا انتهت بالنسبة له. وحينها يقول الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أكثر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
فكان لما يكثر من هذا فسيدنا أنس يقول يا رسول الله أراك تكثر من هذا الكلام المقولة. فقال إن قلب الإنسان قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دايما لما ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتحس بطعم الطاعة، لأن الطاعة دي لها لذة، لها طعم في هذه الدنيا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أهل الطاعات هم اللي يستمتعوا بالدنيا، إنما أهل اللهو في لهوهم لو علموا ما يصل إليه أهل الطاعة من السعادة في الدنيا لجلدوهم عليها بالسيوف، حربوهم عليها علشان ينولوا الطاعة واللذة والسعادة في هذه الدنيا. فليست السعادة في الشهوات، يكون زاني يزني وقت وبعدها تأتي الندم والحسرة. أي إنسان يفعل الذنب وبعدين يعقبه حسرة وندم، الحسرة والندم هذه كفيلة إن هي تخلي كل لذة هو استشعر بها خلاص انتهت، ولا يتبقى إلا الذنب، ولا يتبقى إلا ما فعله هذا العبد. ويوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى يقول يوم حسرة، كما قال الملك سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قضي الأمر، الدنيا انتهت وهم في غفلة، عايشين في الدنيا في غفلة، غفلة الأيام بتعقبها أيام سنوات، سنة ماضية عدت، سنة ميلادية ماضية في بداية سنة، السنة اللي فاتت دي إيه اللي حصل فيها؟ ماذا جنيت في هذه السنة؟ بعد أيام يقدم على رمضان وهكذا، وأيام تنقضي ويتقرب الزمان تقرب كبير جدا وتنقضي السنوات. أي واحد فينا ينظر من 10 سنوات يتذكر كأنها من وقت قريب مش بعيد، يعني 10 سنوات اللي فاتوا 20 سنة 15 سنة مش بعيد قوي. هذه السنوات الأيام والليالي اللي عدت دي كلها بكل الفروض اللي فيها من الصلوات ومن الزكاة اللي وجبت عليك ومن الصيام، انت هذه السنوات ستحاسب عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. الأمر كبير، ولذلك الله تبارك وتعالى سمى يوم القيامة يوم عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، يوم عظيم كبير. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل واحدة تنسى أولادها، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. السبب ولكن عذاب الله شديد. مع 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في الوقت ده، وانت واقف حينها خلاص انت اللي تفكر ابنك ولا مراتك ولا كذا. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. في الوقت ده لما جهنم تاتي تزفر وتزمجر زفارات من النار وتتطير شظايا النار، النار دي اللي هي سوداء مش حمراء. قال صلى الله عليه وسلم أُقد عليها 1000 عام حتى احمرت، وأُقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، وأُقد عليها 1000 عام حتى اسودت، في سوداء. حين تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عذاب شديد. حينها يحدث التمايز كما قال الله تبارك وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. المجرمون اللي واقفين في وسط الناس واللي كانوا في الدنيا يستترون يتميزوا، يعني يظهروا يوم الفضائح، فلان يخرج الملائكة تزول تجيب مجموعات على جنب، زمر
يقفون يوم القيامة ويمتازوا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. مجرم ده الذي أجرم في حق نفسه قبل أن يجرم في حق غيره، في نفس على نفسه الأول في هذه الدنيا. يمتاز يعني يقف ويكون ظاهر، حينها ماذا سيكون الحال؟ وأين ستقف؟ أين ستقف؟ هل ستكون مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول نعم أنا من أمة النبي، بس أنت كنت تصلي فين؟ العلامات الظاهرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليها، قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. لما سئل تعرف إزاي الأمة يا رسول الله؟ قال أعرفهم من علامات بياض في الوجه وفي الأطراف. كنت بتتوضى وبتصلي، طب شاب النهارده قاعد بقاله 20 سنة ما بيصليش ليه؟ جاي علشان يصلي الجمعة بس، ما السبب؟ ما العلة؟ أين ستقف وأين ستكون؟ أما آن لك أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى كما قال لك، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. هذا دلالة على تجديد التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، تمسح ما قبلها. كل ما أنت تجدد التوبة بتاعتك كل ما الذنوب والمعاصي ربنا تبارك وتعالى يمحوها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نحتاج لوقفة مع أنفسنا، فإن الدنيا سريعة، الأيام سريعة جدا، وتنقضي معها السنوات وتنقضي معها الأعمار، وغدا أو بعد غد موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يحتاج إلى تدبر من كل واحد فينا. لا تغرنا هذه الدنيا، فإن الدنيا بكل ما فيها من الزينة ومن هذا يكون أمرا بين يدي الله موروث، إنا نحن نرث الأرض ومن علينا وإلينا يرجعون. يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. الفائز هو من اتقى الله تبارك وتعالى كما قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يوم القيامة لا أحد سيكون يفك أي إنسان، مش هتستطيع أبدا أن أنت تقف وتقول أنا هجزي عن ابني، أنا أتعذب مكانه، أنا أخذ من حسناتي له، مفيش الكلام ده. حينها أنت بتتمنى حسنات، لأن الأمر هناك حسنات وسيئات، هنا أموال تستطيع تخلص أي مظلمة وأي شيء، إنما هناك بين يدي الله تبارك وتعالى أمر آخر، حسنات وسيئات. أصحاب الكبائر يتوبون إلى الله تبارك وتعالى لأن الأمر قريب، والكبائر لا تكفر إلا بتوبة. لا تكفر الذنب في الكبيرة، زنا، سرقة، شرب خمر، غيره من الكبائر، هذه لا يكفرها إلا التوبة. فربنا تبارك وتعالى ذكر هذا في الكبائر، ذكر بعدها التوبة. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. هذا هو لسان حالنا، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك، دنياك غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك. رباه قلب تائب ناجاك، أترد صادق توبتي حاشاك، ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغيرك.
لسان حال المؤمن الذي يعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أسأل الله الكريم أن يهدي قلوبنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وقنا فتن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد فتيات المسلمين. اللهم اهد زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، واجعلنا جميعا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهتدين. كما جمعتنا في هذا المسجد على طاعتك فاجمعنا جميعا في جنتك وأنت راض عنا من غير حساب ولا عقاب. اللهم تب علينا جميعا فكلنا عصاة. اللهم تب علينا جميعا فكلنا مذنبين. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونرجوك رجاء التائبين، ونستغفرك استغفار المذنبين، أن تعتق من النار رقابنا يا رب العالمين، وأن ترزقنا وتكتبنا من أهل الجنة بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغ سلاما منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجمعنا جميعا على حوضه فنسقى من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا موحدين، وأمتنا موحدين، وابعثنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وتولى أمرنا واجبر كسرنا. اللهم أمنا في ديارنا وأهلنا وأسرارنا، اجعل مصر بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا وأهلنا وديارنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأهلنا وديارنا بشر فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه واله وصحبه والتابعين، واقم الصلاه.